الشمس الحضرة الصوفية وكلها دي العالم منشور فوق الخضرة المضوية فوق الخضرة المضوية. يلي علمنا الإيمان عمري ما بنسى الإحسان عمري ما بنسى الإحسان نظرة أبو عبد الرحمن يا شيخي ويا عيني يا شيخي ويا عيني قال شيخنا رحمه الله إذا أردت الرقية فصاحب الأخيار نظري اللي علمك صار نور بقلبي ليل نهار نور بقلبي ليل نهار بعدك معنا بالأنظار بالأمداد الهررية وبالأمداد الهررية إذا ترك الإنسان ما لا يعنيه هذا يعينه على تقوى الله. أعقل الناس هم المتقون. الصبر قربة إلى الله وسلامة من كثير من آفات الدنيا. التواضع والحلم مقرونان. الذي لا يتعلم علم الدين حاله كحال من يمشي في الظلام. الذي يحضر مجلس علم الدين ينبغي أن يكون حاضرا بقلبه. الذي يطلب الدرجات العلى لابد أن يتعب ويتحمل المشاق وإلا فهو كطالب المحال. الذي يعمل بجد في أمر الدعوة إلى الله هذا كأنه يرى الرسول كل يوم في منامه. صلت علي ضلوتا نظرا يا ولي الله للديرة البغدادية للديرة البغدادية.